بالبداية الابتعاد عن تناول المشروبات المنبهة على الأقل 6 ساعات قبل النوم، تجنب تناول وجبة عشاء دسمة تخليك ما ترتاح طول فترة نومك، وإذا حسيت بالجوع قبل النوم اكتفي بوجبة طعام تكون خفيفة. ماكو مانع من تناول الموز والكرز والخس والحليب، الشوفان، الخبز الدافي المحمص، أو حتى بعض من أنواع الخضروات والفواكه، فهاي الأطعمة رح تساعد على تحفيز الشعور بالاسترخاء لاحتوائها على المغنيسيوم والبوتاسيوم وحتى الميلاتونين وغيرها. الحمام الدافئ مساء يساعد على تخفيف الشعور بالأرق والنوم بعمق. الاسترخاء قبل النوم لمدة ما تقل عن 20 دقيقة مهم جدا للي يعانون من النوم المتقطع، ومن الأفضل ممارسة بعض الرياضات مثل اليوغا أو رياضة التأمل. قم بتعطيل الأجهزة بهاتفك النقال والمسؤولة عن الاقتران بشبكة البث اللاسلكي أو اللي يعرف بالواي فاي وحتى البلوتوث، كما يفضل إبقاء أصلاً جهازك بعيداً عن غرفة النوم وعدم تشغيله خلال فترة النوم. نقدر نعيش بدون تليفوناتنا؟ أكيد لا، ما نقدر نتخلى عن جهاز قدم لنا خدمة جليلة كلش كبيرة بتقريب المسافات وتوفير الجهد والمال وحتى الوقت، بس احذر من هدر ساعات الليل باستخدامه المتواصل وتقليل ساعات نومك، فالنوم هبة إلهية وسلطان يزيل عن كاهلك مشاق وهموم النهار ويجدد من نشاطك ونشاط الذهن ويساهم في حفظ صحتك، وهو كنز كلش ثمين.